شهداء ومصابون إثر غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. بلينكين يؤكد أن السنوار كان ولا يزال صاحب القول الفصل في التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة. حزب الله اللبناني يشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مواقع عسكرية شمال إسرائيل ويتوعد بالمزيد. نشرة الظهيرة، أهلا بحضراتكم. أهلا بكم على التفاصيل. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وجاء ذلك خلال لقائه قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر فاسيليس جروباسيس، حيث أكد عبد العاطي أيضا على خلق البيئة الآمنة لمرور السفن التجارية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في محيط دوار المالية بتل الهوى بمدينة غزة، استهدف أغلبها مناطق مكتظة بالنازحين. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مسجد خالد بحي تل السلطان غرب مدينة رفح من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر. كذلك استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون في قصف على أحد المنازل في شارع 30 بمدينة غزة. وفي سياق متصل، أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء للفلسطينيين في عدة مناطق شمال قطاع غزة، حيث شهدت منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمال القطاع حركة نزوح قصري بعد مطالبة الاحتلال بإخلائها. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار كان ولا يزال صاحب القول الفصل في التوصل لوقف إطلاق النار. He has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. السنوار كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق بإبرام وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. لقد وصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية. التوصل لاتفاق سلام دائم في قطاع غزة سيفتح على نطاق واسع آفاق أخرى فيما يتعلق بتهدئة التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الحقيقيين. كانت حركة حماس قد أعلنت اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي. وتعليقا على تعيين السنوار، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي بإسرائيل كاتس لتصفية سريعة للسنوار باعتباره العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى من 7 أكتوبر الماضي. في خطوة تعكس تمسك حركة حماس بنهجها المقاوم لإسرائيل، أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي. السنوار موجود حاليا في قطاع غزة، يقود المقاومة في مواجهة الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. ويبلغ يحيى السنوار من العمر 61 عاما، حيث ولد في عام 1963 في مخيم للاجئين في مدينة خان يونس، وساهم في تأسيس حركة حماس أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وفي عام 1989 حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن مدى الحياة بزعم دوره في قتل جنديين إسرائيليين. وأمضى السنوار 22 عاما في السجن، وكان واحدا من 1000 معتقل فلسطيني تم إطلاق سراحهم في عام 2011 مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. وفي عام 2017 انتخب زعيما لحركة حماس في قطاع غزة بعد أن ذاع صيته بوصفه قياديا قويا في مواجهة إسرائيل. وكان يشغل في السابق منصب ما يعرف برئيس جهاز الأمن والدعوة الذي تعقب وقتل فلسطينيين متهمين بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية قبل الزج به في السجن.
وللمزيد من المتابعة انضم إلينا راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس حول تبعات اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس وتأثيرها على قطاع غزة. سيد راسم، كيف ترى تأثير اختيار يحيى السنوار خلفا لإسماعيل هنية في هذا المنصب؟ نعم، اختيار القائد السنوار خلفا للقائد هنية هذا يقول بشكل واضح بأن هناك إجماع في حركة حماس على استمرار نهج وخيار المقاومة. نعم. وهي في هذا الاتجاه أعتقد بأن هذا ذكاء استراتيجي جماعي من قبل حركة حماس للرد على الفاشل نتنياهو في عمله في خطوة عقابية على قيامه باغتيال القائد التاريخي إسماعيل هنية. وأنا أعتقد جازما بأن هذه الخطوة جاءت هي أيضا من خارج المألوف كما كانت عملية 7 أكتوبر، وبالتالي هي هذه خطوة تمنع العبث بالوحدة الداخلية لحركة حماس وتقول بأن هذا المنصب ليس رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، ليست مسألة سلطوية سياسية، وكذلك هي ليس فقط في هذا الاتجاه أن الأطياف السياسية المتجاذبة ربما تعمل على محاولة العبث الداخلي في هذه الحركة. ومن هذا المنطلق اختارت حركة حماس أن تكون في مقدمة وفي قلب محور المقاومة، وبالتالي هي حسمت خياراتها بشكل نهائي في هذا الاتجاه، وتوجه رسائل وأكثر من رسالة في هذا الاتجاه بأن الحركة ستسير على نهج وثوابت الحركة، وتتمسح بأن هذا المنصب الذي يجمع به القائد السنوار ما بين السياسة وبين الميدان بأن الخيار أصبح الآن للميدان وليس للجانب السياسي، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها إتمام صفقة التبادل والانسحاب مع قطاع غزة. وهي تقول بأن هذا الرد سيكون من خلال دفع حكومة الاحتلال للتفاوض من خلال الميدان، بمعنى أن الكلمة الآن هي للميدان وليس للجانب السياسي. وإسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية ليس فقط على حدود الرابع من حزيران، بل ترفض إقامة دولة فلسطينية حتى في قطاع غزة، وهذا يعني بأن كل الخيارات الأخرى ستسقط في ظل التعنت الإسرائيلي الواضح من خلال رفضها لكل المبادرات التي تقول بضرورة وقف إطلاق النار وكذلك الانسحاب من قطاع غزة، وأن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى تلبي شروط المقاومة الفلسطينية. وكيف تبعت ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية على هذا الاغتيار وتعيين السنوار خلفا لهنية؟ على الأقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن قرار وقف إطلاق النار كان ولا يزال في يد يحيى السنوار. وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كانت دعا إلى اغتيال السنوار، وهذا مصدر قلق وإزعاج للحكومة الإسرائيلية. وثبت بأرض الواقع أن سياسة الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل هي صحيح تحقق إنجاز تكتيكي، ولكن على المستوى الاستراتيجي لا تنعكس على الأهداف الاستراتيجية، بمعنى أنها لن تمكن هذه السياسة حكومة الاحتلال لا من استعادة الأسرى ولا تحقيق إنجاز عسكري أو ميداني في قطاع غزة ولا إعادة مستوطني الشمال، وكذلك هي لم تسمح للسفن والإسرائيلية بالدخول إلى إسرائيل من خلال البحر الأحمر. ومن هذا المنطلق بلينكين وزير خارجية الاحتلال قال بأن بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قال بشكل واضح أن السنوار هو من يمسك بخيوط التفاوض، ولذلك ودعا السنوار إلى استسلام عملية تبادل صفقة تبادل الأسرى في الوقت الذي قبلت فيها حماس والمقاومة صفقة تبادل الأسرى، ولكن من هو الذي يرفض إتمام هذه الصفقة؟ هو نتنياهو وحكومته. المقاومة في 6 أيار وافقت على المقترح المصري القطري في هذا الاتجاه، وكذلك ويليام بيرد وزير مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية وافق على هذا المقترح، ولكن نتنياهو ذهب إلى معركة رفح من أجل تحقيق ما يسميه بالنصر الساحق. وبعد ذلك كان هناك مقترح بايدن والذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وأيضا رفض من قبل نتنياهو وذهب لمجزره خان يونس. ولذلك انا اعتقد جازما بان مساله المفاوضات الان اصبحت في يد السنوار، وبالتالي
عملية المفاوضات ضمن الشروط التي يطلعها نتنياهو كل يوم يضيف شروط جديدة هي ستجعل عملية التفاوض تتجمد إلى فترة ليست قريبة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي كنا معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. حذر مسؤول بوزارة الصحة في قطاع غزة من أن خطر انتشار فيروس شلل الأطفال لا يزال قائما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وأشار إلى أن القطاع في حاجة إلى 1,300,000 جرعة لقاح لمكافحة شلل الأطفال، لكن الاحتلال يرفض إدخالها. وأكد المسؤول أن أي تأخير في توريد اللقاحات من شأنه أن يفاقم الأوضاع الصحية ويترك أثارا خطيرة على صحة الأطفال. توقفت حركة عبور شاحنات المساعدات الغذائية والإغاثية المواجهة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالأمس، ولم تسمح سلطات الاحتلال بعبور أي شاحنة صوب معبر كرم أبو سالم. وللمزيد من المتابعة إطلعنا عليها الزميل علي فتحي من معبر رفح. علي، برحب بك. بداية، الجديد لديك حول تدفق دخول المساعدات الإنسانية من أي من المعابر وتحديد معبر كرم أبو سالم؟ عمرو، بعد التحية، يعني بالفعل منذ صباح أمس منعت سلطات الاحتلال استقبال أي شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر كرم أبو سالم. وهذا حدث بعد الانفراجة التي شهدها المعبر خلال اليومين السابقين علي مطلع الأسبوع، تحديدا يومي الأحد والاثنين. ولكن دعني أقول لك عمرو أن يعني الجديد اليوم أن هناك انفراجة طفيفة حدثت صباح اليوم الأربعاء مع دخول نحو 80 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإعاشية وأيضا المحروقات والمواد البترولية، حيث أن هذه 80 شاحنة التي دخلت منذ صباح اليوم كانت تحتوي 70 شاحنة منها على مواد مختلفة من المواد الإغاثية مثل البقوليات والمكرونة والأرز والدقيق وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى 10 شاحنات محملة بالمواد البترولية. كان هناك شاحنة واحدة محملة بالبنزين وأربع شاحنات محملات بالغاز وأيضا 5 شاحنات محملة بالسولار. ويعني كما تابعنا مع سائقي تلك الشاحنات والدفاتر المخصصة يعني تأييد تفريغ دخول وخروج هذه الشاحنات وحمولتها، يعني وصلنا أن حتى الساعة 17 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية أفرغت حمولتها بالكامل في المنطقة اللوجستية المخصصة لها في معبر كرم أبو سالم. ونأمل يعني أن سلطات الاحتلال لا تضع عراقيلها وحججها التي لا تنتهي كالعادة وتفرج عن هذه الشحنات بشكل سريع، مما يعزز يعني أو يخفف من وطأة المجاعة التي يعاني منها سكان قطاع غزة والأشقاء المدنيين في قطاع غزة مع حصار يعني الكيان المحتل لقطاع غزة منذ 10 أشهر كاملة. ونحن على مدار الساعة أيضا عمرو أؤكد لك أننا نسمع تماما دوي الانفجار هنا من أمام ميناء رفح البري، نسمع تماما دوي الانفجارات ونشاهد دائما أعمدة الدخان وألسنة اللهب نتيجة القصف المستمر على المدنيين واستهدافهم. هذا كل ما لدينا وهذا هو المشهد حتى الآن عمرو، وسنوافيكم إن شاء الله بالجديد في الخدمات الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا للزميل علي فتحي المتواجد الآن أمام معبر رفح. شكرا جزيلا لك يا علي. استشهد 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من المدخل الشرقي للمدينة معززة بآلية عسكرية. ومن جانبه أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ الأمس طالت نحو 26 فلسطينيا. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حاولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة لثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة وخاصة عند بوابات المسجد الأقصى.
أظهر تقرير لمنظمة حقوقية إسرائيلية أن آلاف السجناء الفلسطينيين يواجهون انتهاكات ممنهجة وتعذيبا في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب. من وين طلعت يا شباب؟ الحمد لله على السلامة. لطالما أنكرت إسرائيل الانتهاكات التي ترتكبها ضد المحتجزين والسجناء الفلسطينيين على الرغم من الشهادات والشواهد التي لا تخطئها العين. هذه المرة وكما يقول المثل العربي شهد شاهد من أهلها، حيث أظهر تقرير منظمة بتسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنفذ سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين للسجناء الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي. وأضافت المنظمة أن التقرير الذي أصدرته استند إلى مقابلات أجريت مع 55 فلسطينيا من غزة والضفة الغربية وإسرائيل، زج بمعظمهم في السجون الإسرائيلية دون محاكمات منذ 7 أكتوبر. من إفادتهم يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين. وأشارت منظمة بتسليم إلى أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد، فضلا عن فرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها، إضافة إلى مصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب. لا بنشوف شمس ولا هواء، الأكل بعطونا يا بزل وأكل كله تخبيص وتخبيص، بعطونا وجبتين في اليوم، لا معنا أواعي، لا معنا شامبو نتحمم، صار وجهي كله حب نفاشهم، وجهي صار كله حساسية. وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية إن المعاملة التي يتلقاها السجناء هي سياسة متعمدة تنفذ تحت إشراف وزير الأمن الوطني المتطرف إتمار بنجفير. وقال المتحدث باسم مصلحة السجون إن بنجفير أمر منذ هجوم 7 أكتوبر بتشديد الإجراءات داخل السجون ليمحو بذلك الصورة السابقة عن تحسن ظروف الاحتجاز. هناك قتل واعتداء علينا بالضرب المبرح بهروات حديدية، كل أصناف العذاب مرس علينا كأسرى. من جانبه دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدور فارس، دعا إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في معاملة السجناء ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مواقع عسكرية شمال إسرائيل، موضحا أن رده المتوقع على قتل الإسرائيليين وقتل إسرائيل فؤاد شكر لم يأتي بعد. الانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب، هو جزء من الرد، هو جزء من المعركة. حيث أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مواقع عسكرية شمالية إسرائيل اليوم، موضحا أن رده المتوقع على قتل إسرائيل لفؤاد شكر لم يأتي بعد. حزب الله أكد في بيان له أن الهجوم استهدف مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغة شمالي عكا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة. وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر. الجيش الإسرائيلي قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإصابات نجمت عن صاروخ اعتراضي أخطأ الهدف واصطدم بالأرض، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، وأضاف أن الواقع لا تزال قيد التحقيق. من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم الذي نفذه حزب الله أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين. في المقابل استشهد عدد من مقاتلي حزب الله جراء
غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مقدون جنوبي لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت أيضا قصف قرى وبلدات جنوب لبنان، بالإضافة إلى إلقاء قذائف مدفعية وفسفورية على بلدة طلوسة والأطراف الشمالية لبلدة الناقورة بعدد من قذائف الهون، إلى جانب إلقاء قذائف فسفورية على بلدة حولة، فيما جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت. وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر، عززت الولايات المتحدة منظومتها العسكرية في المنطقة ونشرت مزيدا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية جنودها وحليفتها إسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته بذل جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد. عقب اجتماع انضم وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الاستراليين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها أنه يتعين عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. نحن منخرطون في جهود دبلوماسية مكثفة مع حلفاء وشركاء لنقل رسالة مباشرة إلى إيران مفادها أن أحد لا يجب أن يصعد من الصراع. لقد نقلنا تلك الرسالة مباشرة أيضا إلى إسرائيل. إن التزامنا بأمن إسرائيل راسخ. الجميع في المنطقة يجب أن يدركوا أن شن مزيد من الهجمات لن يؤدي إلا لإطالة أمد النزاع وانعدام الاستقرار وانعدام الأمن للجميع. أفادت وزارة الصحة الروسية بإصابة نحو 24 شخصا من بينهم 6 أطفال جراء قصف أوكراني على مقاطعة كورسك الحدودية. ومن جانبه أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة الواقعة جنوب غرب روسيا أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية استهدفت المنطقة. كما أعلن حاكم منطقة روستوف إسقاط مسيرتين شمالي المقاطعة دون وقوع إصابات. وفي سياق متصل أعلن الجيش الروسي استخدام أنواع جديدة من المسيرات التي تعتمد بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، الأمر التي يمكنها من مهاجمة أهدافها بشكل مستمر وفعال. أعلنت الصين إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من إحدى الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها بكين وتطالب مانيلا بالسيادة عليها. وقال الجيش الصيني في بيان له إنه قام بتسيير دورية قتالية مشتركة في المجال البحري والجوي قرب الجزيرة المتنازع عليها مع الفلبين لاختبار قدرات الاستطلاع والإنذار المبكر والمناورات السريعة وعمليات الضربات المشتركة. وأضاف الجيش الصيني أن جميع الأنشطة العسكرية التي تعطل بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطا ساخنة وتقوض السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة تتم السيطرة عليها على حد أقصى. تستعد الشرطة البريطانية لمواجهة مزيد من أعمال الشغب المناهضة للمهاجرين بعد أن تعهدت جماعات يمنية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد. وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من أعمال العنف اندلعت الأسبوع الماضي بعد مقتل 3 فتيات صغيرات في هجوم بالسكين شمال غرب البلاد. من جانبه حذر رئيس الوزراء كير ستارمر مثير الشغب من أنهم سيجهون فترات للسجن طويلة في إطار سعي للقضاء على أسوأ موجة عنف في بريطانيا منذ نحو 13 عام. مجموعة من الأخبار الاقتصادية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 105 ملايين دولار لتبلغ نحو 46 مليار و488 مليون مقابل 46 مليار و383 مليون دولار بنهاية يونيو من عام 2024. عقدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كوجوك وزير المالية اجتماعا افتراضيا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية. تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية في التنسيق مع الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئة الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59
50 هيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطبق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات. كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها مع تقديم وزارة التخطيط كافة وسائل الدعم اللوجستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية. ناقش المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية وكذلك الأعطال التقنية والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات وكذلك الأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة. كما بحث الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية التي تشمل وضع خطط استباقية لتفادي حدوث الهجمات السيبرانية واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني وضمان سلامة وتأمين المنظومة الرقمية. أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلة متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تعليق تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط لبحث موقف المشروعات المائية في نطاق المحافظة. وشدد سويلة على قيام أجهزة الوزارة المختصة بمتابعة التراخيص ومراقبة السحب من الآبار ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ووضع أجهزة لمراقبة العدادات واتخاذ اللازم لمعايير هذه العدادات. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف الاهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع أبراج الاتصالات والتليفون المحمول لافتا إلى تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بأحدث ماكينات التصنيع الرقمي. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة مركز تصنيع أبراج اتصالات التليفون المحمول بمصنع الطائرات التابع للهيئة في إطار خطوات ناجحة ومستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده حاليا تحت شعار صنع في مصر. وقد نجح مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية في تصنيع أبراج اتصالات التليفون المحمول بنسبة تصنيع محلي بنسبة 100% لافتا إلى البدء في توريد العديد من احتياجات شركات الاتصالات لهذه الأبراج. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وسجل رأس المال السوقي للأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى تريليون و944 مليار جنيه، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.8%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.71%، وامتدت موجة الارتفاعات إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنسبة 1.49%. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو، وذلك بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الرئيسي للبلاد ومن بقية الدول الاتحاد الأوروبي. وقد تراجعت الصادرات الألمانية من السلع بنسبة 3.4% في يونيو على أساس شهري مقارنة بما توقعه محللون استطلاع رويترز آرائهم بأن تهبط بنسبة 1.5%. وهبط فائض التجارة الخارجية بنسبة 20.4 مليار يورو في شهر يونيو من عام الحالي، وكذلك من 24.9 مليار يورو في مايو السابق عليها، وبما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو. أعلن البنك المركزي الياباني أنه لن يرفع أسعار الفائدة في حالة عدم استقرار الأسواق المالية، وذلك للحفاظ على التيسير النقدي. وقال نائب محافظ بنك اليابان إن التوقف الأخير في ضعف الين قلل من المخاطر الصعودية للتضخم من خلال تكاليف الاستيراد. وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى نحو 0.25% يوليو الماضي، ما أدى إلى هبوط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي على الفور، مشيرا لاحتمالية مزيد من الزيادات خلال العام الجاري، حيث كان تحولها المتشدد بشكل غير متوقع بمثابة ثقل رئيسي على الأسواق اليابانية. وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. شهداء ومصابون إثر غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينتي رفح الفلسطينية.
بلينكين يؤكد أن السنوار كان ولا يزال صاحب القول الفصل في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. حزب الله اللبناني يشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مواقع عسكرية شمال إسرائيل ويتوعد بالمزيد. ختام النشرة، شكرا طيب المتابعة. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.